يا هلا والله بالاساطير وبفيديو جديد. طبعا يا اخوان اليوم راح العب لكم لعبه اوكسيدو سيرفايفر واللي هي اقرب لعبه للعبه راست البي سي، فالتحكم فيها كمان بيض، بس قلنا تنسوي لكم هذا الفيديو لعل وعسى نونسكم شوي معنا. هون بالبدايه تنفرم لنا شويه خشب مشان نبني لنا بيت 2x2. ويا شباب هون بعد ما خلصنا من تفريم الخشب، هون كل واحد زت الخشب اللي معه مشان انا ابني البيت. صارنا ساعة كاملة عم نتفتل بهذا البيت مثل البوتات، آخر شي الدنيا صارت ليل. وهيك بيكون بنين الأفران وحاليا تنروح نفرم. يا اخي البوست اداء اسطوري، اداء بيخوف البوست. طبعا ما نقدر نصعد فوق راسه كمان على اساس عم نحاول انه ندخل هذا الشباك، قلنا بلكي ناخذ لوت هذاك بس للاسف ما فينا. والتي سي كمان اذا بدنا نفجرها نحتاج مليون طلقه. خلينا نراجع البيت مشان احط هالخشبات اللي معي بالافران واسوي منهم فحم على الاساس. وإذا ما بتعرفوا أنا هون شو عم نسوي، عم أقسم الخشب مشان أوزعه على الأفران. طبعا صديقي ناداني وقال انا علقت هون، فهو بده واحد يخرجه من هون، بس شوفوا انا شلون خرجته. اذا اي واحد فيكم صديقه علق بهاي اللعبة عرفتوا الحل بعتقد. يلا شباب ما ضل وقت للمزح، حان وقت التفريم.
طبعا يا اخوان بعد تفريم ابو كلب حاليا عم نكرفت كام باودر، فالمتابع اللي عم يلعب معي هذا الشخص كان قديما بالسيرفر وهو متعلم الروكت وكل شيء. يب شباب، وحاليا حان وقت الانتقام، رايح لنا نريد لنا ريد ابو كلب. طبعا الشباب هون قاعدين وعم ياخذين لإلي صور. هون روكتاتنا ما كفتنا، فقررنا انه نريده بالاكس. نعم، وبعد ما دشبن اللوت دخلنا على اللوت. حبيبي والله لا لوت ولا شيء. يب يا شباب هلا رجعنا على البيت. طبعا حاليا تأزدت اللوت اللي معي كله الا صديقي مشان يصنع لنا كام باودر ويحط السيلفر كمان بالافران. هذا جارنا اللي باني عند الغاز ستيشن، كل مرة كان عم يجي يلوت الغاز ستيشن، فقررنا نريده لعله وعسى يطلع معه لوت. يب وبلعنا، طلع ما عنده لوت ولا شيء. يعني انا ما بعرف، كل شوي عم يدخل هذا البيت اللي يشوفه يقول بيته مليان لوت.
طبعا يا شباب اللي ما بيعرف انه هاي اللعبة فيها مايك كمان. لا بابا جي يا سيدي هذا لوتو أسطوري بكل معنى الكلمة. يعني انا ما بعرف شنو السالفة صراحة، بس يعني اي بيت اليوم عم اريده انا لوتو زفت صراحة. الروكتات كمان كلف تعب تعب، يعني صارنا بالساعات عم نفرم يلا نجيب روكت روكتين واخر شي هيك يطلع اللوت زفت. فيلا اخوان هذا بيكون اخر ريد معنا اليوم، بتمنى انكم استمتعتوا، واذا استمتعتم معنا كمان بالمقطع كالعادة يا سادة يعني لا تنسوا تشكلوا لنا الوضع، حطوا لنا لايكات ومن هالحكي، واذا مانك مشترك كمان تعال تفضل اشترك بقناتي. شو عم تستنى مشان ما يفوتك اي فيديو جديد انا عم انزله على قناتي. ويلا اخوان نشوف بعض في فيديو جديد وبلعبة جديدة، وبترككم هيك في امان الله والسلام عليكم.